حياك والله من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا رح نستثمر ما تبقى من عمر البرنامج واكيد نرحب بعمود القناة وعمود هذه البرامج الأب والأخ والصديق اللي دائما ساندنا ودائما ويانا اللي يسعى جاهدا على أنه يقدم كل ما هو جديد وكل ما هو أفضل حتى من هو عصبي يصير يجنن أكثر. رحب المخرج الرائع فراس الراوي، طبعا مسيرة حافلة بالإنجازات من حيث إخراج البرامج. يا أهلا وسهلا بك أستاذ فراس. يا مرحبا، أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير وقناة زابراس بألف ألف خير، وإن شاء الله نوصل للخمسين ستين سنة إن شاء الله يا رب العمر كله. إن شاء الله كل عام وأنت بخير صحة وسلامة إن شاء الله. عيسى متفوق سلمة. وإنجازات متحققة على أرض الواقع. الله يبارك فيك، يعني ما شاء الله لمساتك واضحة ومعبرة. طبعا يمكن اللي ما يعرف أنه أنت مخرج برنامج غلطة عمري. صح صحيح. ما أفتخر اليوم بوجودك وياي. أفتخر بك عيسى. عيسى مبدع وراقي وإنسان عملي وإنسان مهني. أشكرك بعد. طيب خلي ننطلق من غلطة عمري. أوكي. طبعا لأنه هي صارت لوجو بقناة زابراس. احنا قبل كل شيء خلينا نهني ستيفاء. طبعا أكيد كل عام وانت بألف ألف خير ستيفاء الحسيني. يا رب التألق ويا رب النجاح الدائم، وش ما أقول بحق هذه الإنسانة جدا قليل. طبعا اكيد احنا هنيناها بمشوارنا الاول واكيد نرجع على الهنيه. كل عام وهي بالف خير يا رب يحفظها واكيد دائما متالقه ورائعه اينما حلت. طيب نرجع لغلطه عمري. خليني اشوف بصراحه فكره منو غلطه عمري. والله انا وستيفاء وعيسى بديناها. حلو. يعني ردنا برنامج يعني يضرب خلينا نقول بالشارع او يصير لغط عليه قوي. زين طيب بديت بغلطة عمري. غلطة عمري جي وانا حسيلك يا غلطة عمرك. احنا قلنا شيء انه لابد انه نلتقي في يوم من الايام لقاء، وانا حقول غلطة عمرك لا تخاف، بس بعد ما انهي حواري بيناتنا بالكواليس. اوكي زين، انه شنو الصعوبات اللي مو لانه انا كمقدم بها، بس شنو الصعوبات اللي واجهت برنامج غلطة عمري؟ تعرف عيسى غلطة عمري يعني الضيوف جدا نحسين بهاي البرامج. أحسنت. ممكن ضيف يقول لك أني أعتذر يعني شوية صعوبة أنه أطلع هيجي برنامج. أكو ضيوف لا، يعني تمكن ويانا أكو ضيوف هم خابروا. صح. وهم رادوا يجون. أحسنت. وهم يشتغلون. ممكن نقول أنه اللوكيشن اللي دا نختاره، نحن نمشي نختار لوكيشن يعني بي جماليه بي شويه روح. الحمد لله وشكر. طيب استاذ فراس، عاده الانسان اللي يترك بسمه يحب على انه دائما يتقدم امام. الايام القادمه هل سنشهد برامج مختلفه عن غلطه عمري؟ جدا جدا. كم فكره راح تكون عندنا؟ يعني عندي تقريبا فكرتين ثلاثه. حلو. يعني قد ما حقق غلطة عمري من نجاح، لا هذه بعد أكثر راح تكون بوجوه جديدة. راح تكون أني أميل لعيسى. يعني غلطة عمري الجزء الثاني. لا هو الجزء الثاني بعد رمضان راح نبدي غير يعني غير موسم، راح يكون ضيوف جدا غريبين. غريبين من أي ناحية؟ ناحية أنه جنسية ولا أي أجي ضيوف عرب يكونون إذا الله سهل إن شاء الله. حلو زين. يمكن خلينا نوضحك موضوع نريد نوضحه. يمكن المشاهدين يقولون انت كل ثلاث حلقات اربع حلقات تظهر بلوكيشن مختلف، بما انه انت مخرج البرنامج فوضح لهم هذا الموضوع. انا اريد يعني اطلع في اللوكيشن يعني المشاهد يستمتع بيه. شوف الجماليه بالموضوع. حلو. ما اريد احصر بلوكيشن واحد ويصير ملل بالمشاهد. حلو. احنا قبل قليل كان ويانا توني هم انه حضرتك انت مخرج لبرنامج عراق الامتياز، والحمد لله انه هم برنامج حق نسبه مشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي. شوي نحكي عن هذا البرنامج. بس قبل نحكي بعراق الامتياز، مساله جدا مهمه، انه اريد اشكر المصورين اللي موجودين بالقناه على رسم محمد مظفر، المونتيريه اللي موجودين، الكنترول هنا اللي موجود، يعني جنود مجهولين ذولا مصورين. انا دائما احنا نور بالعلاقات. نوري انا اسمي نوري. نوري يعني احس ابني نوري. اي اشكر شكر
جدا جدا محمود مثنى المونتيرنا طبعا الراقي الراقي فراس الشمري بالكنترول عماد تحياتنا كلهم عصام بسام سيد محمد عدنان العصبي محمد عدنان اللي نحكي على عراقي امتياز اوكي خلينا نبدي عراقي بامتياز احنا حكينا ويا توني قلنا له اكو مخاطر للفنان زين اليوم من قدمت لك مثل هيك فكره شنو كان انه تتوقع انه راح العمل يكون مثل هاي الصوره اللي طلع بيها على فكره عيسى الفكره اللي جتني من قعدتها يعني انا جبرتهم انه يكون اسد بالموضوع اذا ماكو اسد ما يعني البرنامج راح يكون طبيعي جدا يعني خير البيضاني المنتج يعني الله يعطيه الصحه والعافيه جاب لي الاسد صاحبي مخاطر بس اشتغلنا على فشي غريب نعم جدا المخاطر كنت كذا حلقة كنت ويانا كنت معاكم الأسد ضرب توني و... صح وبكتها مع الكاظم مدلل كاظم مدلل هجم علي الأسد صح عندنا يعني ضيفة كانت إنه وقفت ما قدرت صح ما قدرت تكمل هبة ما قدرت تكمل التصوير مالتها صباح كانت حتى بيتشت بوقتها ما قدرت نعم طيب أستاذ فراس بسؤال أخير قلت لنا غلطة عمر راح يكون أكو جزء ثاني وضيف راح يكونون عرب عرب كيف راح يكون التعاون معاهم راح يكون التصوير خارج العراق أم داخل العراق أكثر شيء خارج العراق راح يكون تصوير نعم إن شاء الله شكرا. طبعا الوقت مشى الوقت مشى واني من عندك نقطع الكيكة إيه إن شاء الله أتمنى من كل قادرنا ينورونا داخل الاستوديو يا ريت طبعا واني بنفس الوقت اشكر كل المصورين طبعا المجهولين اللي موجودين مخلص ايثار مصطفى اياد نوار شنان حيدر عماد ياسر على راسهم محمد مظفر طبعا المبدع اللي دائما يوفر لنا هاي الكواليس انا طب من الكادر الجميل انه يدخلون الى الاستوديو من اجل قطع الكيكه عزوزي يلا حبيبي يلا يلا شبابنا نوري يلا نوري توني يلا وهسه نطلب من حسن الزيني تفضل المطرب الجميل تفضل شو راح نسمع عيني انا اوكي تعال عزوز هنا انا يلا موجود استاذ ياسر المبدع دائما اغني يلا أغاي جيناك بغاية وأهلك وفاية وهم الحجاية وعلى مراية ويا هيبة يا هيبة هلا نبيك أهلا يا هيبة هلا نبيك أهلا يا هيبة هلا نبيك أهلا يا هيبة سأمر الأشلع لك عيني رجلعي انطيك وجبين وهدي لك عمري وسنيني عيشوني من دنيانا لا تربحك خسرانة جيانة جيانة فرحانة فرحانة الدنيا بجيتة فرحانة الدنيا بجيتة فرحانة الدنيا بجيتة يا عيد يا عيد يا عيد ميلادك أحلى من العرس يا عيد ميلادك أحلى من العرس يا عيد ميلادك أحلى من العرس يا عيد ميلادك شا شا شايل غدا وأنا بعمارة شايل غدا وانا ابن عمارة شايل روسية وام العلوية شايل روسية وام العلوية جولة 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 حسوني ورد العاد جولة جاثوس ورد العاد جولة جاثوس ورد العاد جولة شيل 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 هيوة الله هل يسمعني الميت مني معلومك حقك تكرهني لا 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 وانا لا منك مكره لا 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 خلص كل عمرك لاحقني لا 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 بس خلي ابالك هايه
احلم يوم تصير وياي انا اللي قاعد على قمرايا وانت تنط وما تصعد لي لا 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 وانت تنط وما تصعد لي لا 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 اي شيء يا كيكه يا كيكه يا كيكه يا كيكه